بعدين نحن أنت جربنا قضيتك وجودية، قضيتك وجودية بالنسبة مع إسرائيل، هي وجودية بالنسبة لشركائك بالوطن، قضيتهم وجودية معك، معك كمقاومة، معك كحزب الله، معك كشيعي حتى، معك مع ارتباطاتك الخارجية، هني كمان قضيتهم الوجودية. انت بتعرف اذا بيقولوا ولا لا. قضيتهم وجودية معك حتى، بلا عم بيقولوا لك عم بخي ما بتشبهنا، عم بيقولوا لك نحن بدنا نعيش لحالنا، ما بدنا اياك، خلينا نعمل هذا التقسيم اللي بدنا نعيش فيه. أقلية. في ناس من نفس البيئة بيرفعوا راسهم فيه، في ناس من نفس البيئة صحيح بس موجودين. ايه طيب، هذا ما بيعني انه انا اجي اقول لهم لا لك شيء، هني إذا بيقولوا لي أنا ما بشبهك أنا ما حقول لهم إنه يعني عمركم ما ترجعوا وما تشبهوني. أنا برأيي نحن يجب أن نتحلى بأعلى درجات ضبط النفس والصبر في هذه المرحلة المصيرية من حياة لبنان والمنطقة، وأن لا ننجر إلى كل هاي المتاهات الجانبية المشبوهة والتي ليست عفوية. جزء من المعركة هو تصعيد الخطاب من أجل خلق استفزاز. لا لقلك شيء، أكبر مصلحة للمقاومة هلأ غير البعد العسكري اللي عم تخوضه على الجبهة هو الاستقرار الداخلي. صحيح. طيب، أنا لا أسمح لنفسي أن أكون حدا بفتش على المؤامرة وينية، وينك يا مؤامرة، تعي يلا تعي لحتى أنا وياك نكون مع بعض ونمشي فيها. لا، أنا ما بقبل كل هاي الحكي بلا طعمة. في لحظة حقيقة لبنان مثل ما بيقولوا أكبر من أن وأصغر من أن، أكبر من أن يبتلع وأصغر من أن يقسم. خلاص، كل هاي الحكي بلا طعمة، لا عمليا ولا إجرائيا ولا دستوريا ولا مزاجيا ولا تاريخيا بيزبط انه هاي الحكي التقسيمة. علما انه التجارب اثبتت لنا بالحرب في ناس كانوا بدهم يعني كانوا يعملوا حروب ابادات بلحظة معينة، قعدوا على الطاولة ورجعوا اتفقوا على صيغة. انا هيدا النمط من الدعوات لا اتعاطى معه بشكل جدي، وان يكن انه انا بعترف للاخر مثل ما يعني دكتور علي بيقول انه عنده هواجس. تعا يا خيي وبحاجه لضمانات، خلينا نحن وياك نقعد، اللي هواجسك وين؟ لا ممتاز، خليني انطلق من هيدي النقطه تحديدا. بما انك ذكرت المطالعه الشهيره والكلمه الشهيره لدكتور علي فياض في مؤتمر التجدد للوطن، يلي اخذ يعني لو كانت بظروف البلد افضل كانت تصلح لان تكون نموذج للالتقاء ولتسطير خلينا نقول شيء تأسيسي ما للبلد. أنا بالنسبة لي تصلح لتكون دستور يعني عمليا. تحدث عن الهواجس، هواجس كل طرف، وتحدث عن الضمانات، قال كلام جدا مهم لما بيقول أنه أنا كشيعي السلاح هو وجودي بالنسبة لي وعندي هاجس كبير. هلأ تحدثت عن جزء منه مع الإسرائيلي. طيب أنا عم أقول الفريق الآخر وانطلاقا من هذا الكلام، هواجسه في خوف من سلاحك، في خوف من تعاظم قوتك بشكل أن تسيطر على البلد. وبدي ذكرك هون بحلقة سابقة أنا وياك على هاي الطاولة باستوديو تاني بس مش على هاي الطاولة، عندما ذكرت أنك تدعو هيدي المرة، وكان صاير 7 أكتوبر، أنك تدعو هيدي المرة المقاومة بأنه ما تستخف بإنجازاتها وبانتصاراتها، وأن تستثمر هذا الانتصار بالسياسة الداخلية. يعني هي منتصرة، إذن فلتمسك زمام الأمور. هيدا بالتحديد اللي حضرتك دعيت له، هو هاجس الفريق الآخر بيخاف منك. لا لقلك شيء، أنه أنا وقت اللي إجي بدي فاوض من الطبيعي أني رتب وراء. عرفت؟ واحدة من أخطاء حزب الله أنه حزب الله يعني ما بدي أقول لا يجيد، بدي أقول لا يريد بالضبط، لا يريد على مستوى المعادلات الداخلية
أن يتصلح بأي ورقة قوة بعملية رسم التوازنات المحلية والداخلية. حزب الله قبل أن يدخل إلى الداخل اللبناني، عندما يعود من الجبهة إلى الداخل اللبناني، يجرد نفسه من كل أوراق القوة التي بحوزته، بحيث أنه يساوي نفسه مع أضعف طرف بلبنان وبيقعد. أنا هاي اللي كنت عم بقوله، يعني أنا بقدر أقول لهم للبنانيين طبعا أنا عم مارس نقد، لأنه الأطراف الأخرى عندها أوراق قوة بتستجمعها كلها، إلا أنا وقت اللي روح على طاولة التفاوض بجرد حالي من هاي الأوراق. بس هيدا ما بيعني أنه أنا عندي نية سلبية، هيدا بيعني أنه أنا بدي حل.